يعني مشاهدينا خسائر بشرية كبيرة وعدد مفقودين كبير وحجم الدمار والخسائر الاقتصادية طبعا الناجمة أيضا عن انفجار مرفأ بيروت كبيرة. كيف يتم المسح وتحديد هذه الخسائر؟ وأيضا السؤال المهم، متى يمكن البدء بإعادة الأعمار والتعويض أيضا للمتضررين؟ الجواب سيكون مع الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد السياسي دكتور محمد حسين منصور. دكتور محمد حسين، صباح النور والحمد لله على سلامتك. صباح الخير أمين، الله يسلمك. على شكرا. سلامتك لك كمان، بعرف أنك ببيروت كمان هالفترة. شكرا. يعني عنا بارش أسئلة وعنا العديد من الأسئلة اللي تطرح في هذا الموضوع تحديدا. المرحلة الأولى، كيف يتم تقدير هذه الأضرار المادية، وهل يتطلب المسح لمعرفة كل الأضرار وقت طويل أم أنه وقت قصير؟ أول شيء أمين، أنا بحب أعزي جميع اللي خسروا أحبابهم وأعزائهم بالانفجار، والأمل بالشفاء العاجل لكل الجرحى وبإجابة المفقودين. أما فيما يخص المسح، فالمسح اللي عم بيتم حاليا هو اللجنة العليا للإغاثة طلبت من كل المواطنين اللي تضررت منازلهم وأملاكهم وسياراتهم وشراكهم بتوثيق هذه الأضرار وتسليمها إلى المخاتير اللي هن عايشين فيها وتقدير الأضرار. طبعا بما أنه في أضرار كبيرة، يعني تقدر بعشرات آلاف المنازل، الشركات، مئات الشركات والمؤسسات، بالإضافة للمرفأ، يعني بعد ما حكينا حتى عن المرفأ، فهذه كلها تقدر بمليارات الدولارات. فطبعا ما فيها دولة بلحظة ما تسدهم مع بعض، فعم يطلبوا منهم يتواصلوا مع المخاتير اللي بدورهم بيتواصلوا مع اللجنة العليا للإغاثة والجيش اللبناني، و للحصول على قيمة هذه المبالغ لاحقا من خلال الإيصالات. طيب دكتور، يعني قلت انت ذكرت انه بعدنا ما زلنا ما حكيناش على مرفأ بيروت، وتقريبا ما زال العديد لم يتحدث عن مرفأ بيروت اللي يعتبر رئة لبنان الاقتصادية. يعني صحيح. كيف ولماذا لم يتم الحديث عنه إلى حد هذه اللحظة، وما هو حاله اليوم، خاصة وأنه عرفنا أن لبنان ستعتمد على كل من مرفأ صيدا ومرفأ طرابلس في كل المبادرات التجارية؟ صحيح، يعني لما أنت تقول رئة لبنان الاقتصادية هذا تعبير ملائم. يعني مرفأ بيروت كان بشكل حوالي 72% من الإيرادات وأكثر من 78% من الصادرات اللبنانية. حتى إذا بنحكي بس عن التجارة البحرية هو شكل 90% من التجارة البحرية. إذا بنطلع هلأ على الصور وعلى الفيديوهات لمرفأ بيروت بنلاحظ أنه مدمر كليا. صحيح. كلفة هذا الدمار تقدر بحوالي 500 مليون دولار. يعني حتى أنت يمكن سألتني قبل عن كيف تقييم قدرة قيمة الأضرار. إذا بس نطلع نحن على مرفأ بيروت، في عندك الأضرار اللي هي بالبنى التحتية التي تقدر حوالي يمكن 250 مليون دولار، وبقيمة الأضرار اللي هي بالآلات والمكنات والبضاعة الموجودة بالمرفأ كمان حوالي 250 مليون دولار. يعني هيدي 500 مليون دولار فقط في مرفأ بيروت. إذا نطلع نحن على الأضرار بشكل عام ببيروت كلها، بنلاحظ كمان في عنا الأضرار المباشرة والغير مباشرة. الأضرار المباشرة هي يعني شو كلفة الأشياء اللي راحت بالانفجار من مرفأ بيروت وكلفة إعادة إعماره، بالإضافة إلى المنازل. يعني عنا في دراسات بتقول 70,000 منزل تضرر، 8,000 بناية، عندنا حوالي 90% من الفنادق إلى آخره. فهيدي الأضرار المباشرة، ولكن نحن عندنا أضرار غير مباشرة. على سبيل المثال مرفأ بيروت، مرفأ بيروت بال 2018 كان عنده إيرادات حوالي 100 مليون دولار. يعني هيدي نحن بدنا نحسبها على المستقبل، 100 مليون دولار سنويا. بالإضافة لهالشيء عندنا نحن كل يوم اضراب عم بيصير من بعد الانفجار. احنا عم بيصير عندنا اضراب، فيك تقول مجبرين بالاضراب لانه الشركات مقفله لانها تدمرت. فكل صحيح. يوم اضراب بلبنان هو حوالي 100 مليون دولار، فهيدي كمان كلفه مستقبليه. كل الشركات اللي كانت تشتغل وما عم تشتغل كمان هيدي كلفه، او هيدي انضربت بالانفجار. فطبعا الكلفه اكثر من مرفأ بيروت اللي هو اوريدي حوالي نص مليار دولار. دكتور، هالنص مليار دولار كيف يمكن يعني توفيرها لإعادة بناء مرفأ بيروت، خاصة وأن لبنان يعيش في أزمة اقتصادية كبيرة جدا قبل الانفجار؟ صحيح صحيح.
بسبب هيدي الأزمة اللي عم يمر فيها لبنان، إعادة أعمال المرفأ أو الحصول على المبلغ لإعادة أعمال المرفأ صعب جدا. وإعادة أعمال المرفأ لا تتطلب فقط المبلغ المالي، يعني إعادة أعمال المرفأ تتطلب دراسات وتمويل وإدارة وتنفيذ وإعادة أعمار. طبعا يعني لبنان لديه القدرة والكفاءات للقيام بالدراسات، لديه القدرات، لديه الشركات للقيام بالتنفيذ، ولكن ليس لديه كما ذكرت بسبب الأزمة المالية القدرة التمويلية، وكمان الإدارة بحاجة لإدارة. لبنان يعني بعدة أماكن لم يقدر يثبت جدارته بالإدارة الصحيحة، كان في كثير أحيان محسوبية وسوء إدارة. مع الأسف فلإجابة سؤالك على التمويل، كمان بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية وما يحتاجه لبنان من بضائع يستوردها من بنى تحتية وغيرها لإعادة الأعمال هي غير موجودة، والعملة الصعبة يعني ما في يشتريها بالليرة اللبنانية لهذه البضاعة الدولة اللبنانية، بحاجة للدولار اللي هو غير موجود، فإذا هو بحاجة لشركاء، يعني الحكومة اللبنانية بحاجة لشركاء، يا أما القطاع الخاص يا أما شركات أو جهات خارجية من حكومات وغيرها. طيب بشكل سريع دكتور، ما هي مصادر التمويل؟ كيف يمكن لهذه الشركات أو الشركاء أنه يعاودوا يهيئوا مرفأ بيروت؟ هلا يطرح عدة أفكار، إحداها هي التعاون مع دول خارجية. هلا حتى يعني في عدة دول طرحت نفسها أو قدمت، بلشت يعني ما في شيء رسمي طبعا بعد الحادثة نعم هلا حاصله، بس في دول بلشت، يعني في فرنسا، في تركيا، في غيرهم بلشوا يطرحوا نفسهم انه هن بيقدروا يساعدوا بهالموضوع. في كمان مشاريع على نموذج البي او تي، بيلد اوبريت اند ترانسفير، يعني بتجي الدوله او شركات من دوله معينه، هي بتعمر، هي بتبلش الاداره التنفيذ، وبعد بكون في مثلا متفقين على كونترا بعد 10 15 سنه بتنقلها للدوله اللبنانيه. طبعا في يمكن يكون مزيج من هيدي الاستثمارات الخارجية. هذا هلا ليه هن مهتمين هو الدول؟ طبعا مرفأ بيروت يعني هو بالإضافة لكونه هالقد بشكل يعني الرئة الاقتصادية للبنان، بس بالإضافة لهالشيء احنا بدنا نعرف انه أكثر من 20% من البضائع التي تنزل في مرفأ بيروت هي تمر كترانزيت، يعني تمر صحيح، إلى الدول طبعا أهميته المجاورة للبنان، يعني في أهمية دول مهتمة استراتيجية بأنها أيضا تكون للمرفأ. متحكمة. صح، نعتذر منك دكتور، يعني مع الأسف انتهى وقتنا، نعرف أن الموضوع طويل وأكيد تنرجعه نتناولوه في الحلقات القادمة بأكثر التفاصيل مرة أخرى. الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد السياسي محمد حسين منصور، شكرا لك.